ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد. ازاي نعمل المطبق النهارده المقلي بطريقة بسيطة وسهلة، وكلنا عارفين مقادير عجينة المطبق على الشاشة في متناول الجميع. معانا الدقيق ومعانا خميرة ومعانا معلقة من السكر ومعلقة من الملح. أنا عامل العجينة مسبقا لأن هي لازم تتخمر ما بين 30 دقيقة و 45 دقيقة، فأنا كسبت الوقت ده وهتظهر مقادير العجينة على الشاشة بطريقة بسيطة تقدري تعمليها. هي بنت عم الفطير المشلتت، بس الفطير ما بياخدش خميرة، دي تاخد خميرة. إيه رأيك بقى في تبسيط المعلومة تاني؟ عجينة المطبق النهاردة نفس مقادير عجينة الفطير المشلتت، الفرق بين الاتنين دي بتاخد خميرة ودي ما بتاخدش خميرة. عجينة المطبق هتاخد خميرة، عجينة الفطير المشلتت ما بتاخدش خميرة. العجينة معايا، أفتح كده عليها وطبعا أنا مغطيها عشان تتخمر بسرعة. عجينة طرية ولطيفة وجميلة، دي عجينة المطبق. مقادير المطبق: تشكيلة من الخضار اللطيف الجميل، معانا جزر مبشور وبصل مبشور وكوسة مبشورة وبيض مسلوق، ومعانا فلفل حار، معانا بصلة ناعمة، فص توم حلو، معلقتين زيت زيتون، معلقة زبدة. تعالوا نشوف نعملها مع بعض ازاي بطريقة بسيطة وسهلة، وهعلمك ازاي تعمل المطبق المقلي. المطبق كلنا عارفين هو أكلة طبعا من المطبخ السعودي أو المطبخ العربي، بتاخد كرات مصري، بتاخد تشكيلة من الخضار، ممكن تاخد لحمة مفرومة، ممكن نعمل مطبق حلو بالموز، ممكن نعمل مطبق بالتفاح حسب الرغبة. تعالوا نشوف نعملها مع بعض ازاي. طاسة على النار، نشيل دي من هنا كده عشان مخرجنا عايزنا نشيلها، ونحط معلقتين من زيت الزيتون في قلب الطاسة معهم مكعب من الزبدة. وليه الزبدة؟ إذا في زيت يا عم الشيف علشان نحمر البصلة دي بسرعة من غير ما تنشف معانا. ناخد البصلية الناعمة دي كده، اللهم صل على النبي، يلا بينا نقلب التقليبة الحلوة دي كده. بنبدأ إن احنا نبهر البصلاية. نبهرها بإيه يا عم الشيف؟ بنبهرها بشوية بهارات من الحلو هنا بتاعنا، معانا شوية زعتر حلوين، البهارات بتاعة المطبق فيكي تتحكمي فيها، تعمليها بالحبهان، تعمليها بالقرنفل زي ما انت حابة. دي بهارات: ملح وفلفل، بابريكا، شوية كركم، كمان شوية زعتر حلوين عندنا، زعتر أبو سمسم الحلو السوري ده كده. نقلب البصلية دي كده بالشكل ده كده، خدت طعم، خدت لون، خدت شكل. نبدأ ننزل عليها بالجزر المبشور. الحشوة دي بعد ما نتبلها ونشوحها على النار، بنكسر البيض المسلوق عليها ونسيبها لما تبرد، وفي الآخر بنشوف ازاي نعمل المطبق المقلي. دي كوسة، جزر، ممكن تحط سبانخ، ممكن تحط مشروم. عينيا يلا، شفت كده البصلية خدت لون ازاي مع الكوسة مع الجزر المبشور؟ نظافتك في مطبخك أول بأول. ودايما لما بقولك المطبخ يكون رايق معاكي، انت بتقف في المطبخ رايقة، بتضمني انك تقعدي معاهم على السفرة تدوقي الأكل معاهم ويقولوا لك تسلم ايدك يا ماما. ادي معانا تشكيلة الخضار الحلوة. انت ممكن بقى ولادك بيحطوا سبانخ، حط شوية سبانخ. ولادك بيحطوا المشروم، بيحبوا المشروم، حط شوية مشروم. ممكن تحط بسلة، ممكن تحط بطاطس مبشورة. انا بفتح لك الحدوتة وبحكي لك الحدوتة والقصة وانت جودي زي ما انت عايز. مش اللي هو الزامي انك انت تستخدمي كوسة وجزر. الولاد مش بيحبوا الكوسة في الحشوة، حط بدلها مثلا سبانخ، بدلها بطاطس. شفت الحشوة دي؟ بصلة، خدت زيت زيتون وزبدة، حمرتها بشوية بهارات، نزلت بالكوسة المبشورة والجزر المبشور، واخد الحشوة الحلوة دي كده احطها في كسرولة زي دي كده، اللهم صل على النبي. بيحب الفلفل الحار ولادك، جوزك ممكن تقطع قرن فلفل حار في قلبيها. هناخد الحشوة دي كده زي ما هي، لازم تبرد. الله على الريحة الحلوة. نعم يا غالي، ممكن
بيقولوا لي ممكن نحط الحشوه دي نيه في قلب العجينه. الكلام ده لو احنا هنشويها في الفرن. انما طالما هنقلاها في الزيت لازم الحشوه دي تتحط ايه؟ تتشوح على النار. البيض المسلوق ده بنحطه هنا كده بالشكل ده كده، ونكسره بالسكينه كده. دعمتها انا ببيض مسلوق. انت عندك لحمه مفرومه متعصجه في التلاجة طلعيها، عندك فراخ قبل كده كنت عامله ملوخيه بالفراخ، وعندك صدر فرخه طلعيه وقطعيه في قلبيها. شفت انا بوفر عليك ازاي المشوار؟ عشان ما توقفيش بس ايه وتقولي مفيش بيض في التلاجة، لو كان في بيض كنت عملت الاكله دي خالص. لحمه مفرومه في التلاجة طلعيها، فراخ مفرومه في التلاجة ومتعصجه طلعيها، عندك سوسيز او هوت دوج قطعيه وحطيها في قلبيها، سجق ماشي ممكن تحمريه وتحطها في قلبيها، شويه كبده فراخ حطها في قلبيها، كبده كندوس كبده ضاني حمريها حطها في قلبها ما تحطهاش نيه، حتى لو كبده فراخ برضو قطعيها وحمريها حطها في قلبيها. انت تكوني شاطره في المطبخ ازاي؟ انك انت ما تتحجميش في حاجه معينه وتقدري تقولي ان لو كانت دي حاجه موجوده كنت عامل خالصه، او تتصل على جوزك وهو في الشغل وتزعجيه والنبي وانت جاي هات معاك بيض عشان شفت الشيف المغازة عمل مطبق وحط فيه بيض مسلوق. ايه الهدف ان انا احط بيض مسلوق؟ رقم واحد الاولاد بيحبوا البيض فبنغير شكل البيض في الاكل، رقم اتنين البيض بروتين حيواني لطيف وجميل كالسيوم ومعادن، ممكن توفر البيض وتحط لحمه مفرومه حسب الرغبه. الحشوه انا جهزتها، العجينه المطبق احنا عاملينها مع بعض بالشكل ده كده، نبص عليها كمان اهي عجينه طريه، شفت العجينه دي كده اهي عجينه مطاطيه اتخمرت بالشكل ده كده. الله، شفت العجينه طالعه فيه دي ازاي؟ اهي دي كوبايتين من الدقيق، بياخدوا معلقه خميره، معلقه سكر، ميه دافيه، معلقه ملح وانا بعجن، معلقتين زيت، ونعجنها بميه دافيه لتسريع عمليه التخمير. لو انت مش عايزه تقف في المطبخ كبير، في المطبخ وقت كبير، الميه الدافيه لما تعجني بيها بتساعد في ان العجينه تتخمر بسرعه. اهي اللهم صل على النبي. ابدا اشتغل. طيب هنحمرها ازاي؟ الكلام ده مهم جدا. رقم واحد بنحط طاسه على النار، طاسه زي دي كده نار شديده اهي، بسم الله الرحمن الرحيم. ونحط في الطاسه دي يا عم الشيف شويه زيت زيتون بالشكل ده كده، مع معلقه سمنه. بجد اصبح ان المطبق هنا انا دعمته بالبروتين زي الفل. دي معلقه سمنه لطيفه وجميله، واسيب السمنه كده تسيح مع معلقه الزيت، ونشوف نحمره مع بعض ازاي بطريقه سهله وبسيطه تقدر كل مبتدئه في المطبخ تعمله. ممكن تشويه في الفرن او تخبزيه في الفرن زي العيش او زي الحواوشي، هنشوف نعمله مع بعض ازاي. ولكن انا هدفي ايه من تقديم مكونات الاكله دي؟ الجزر فيتامين سي، الكوسه مفيده جدا لمشاكل الامساك والقولون، البصل طبعا مش محتاجين نتكلم عنه، البصل والثوم دول اساسي في اي مطبخ في الدنيا، ومعانا البيض المسلوق ومعانا شويه البهارات الحلوين اللي يخلوا النفس تفتح نفسنا وناكل الاكله الحلوه دي كده. هنبدا ان احنا نشتغل، بس طبعا ما اقدرش ان انا احمر غير لما الزبده او السمنه دي تسيح مع الزيت بالشكل ده كده. وهنجيب شويه زيت جنبينا علشان اشتغل في العجينه بالشكل ده كده. زي الفل تمام، الله عليك. هنشيل دي من هنا عينية وخرجنا مش عايزها هنا، ايه رايك كده؟ تمام. عايزك نشوف تفاصيل عمل المطبق، اخبار الزيت ايه اهو. لا والله مخرجنا يعني سأل سؤال لطيف، قال لي بوتاجازك شغال؟ فانا بتكلم، انتوا عارفين دي طريقه الشيف المغازي وتلقائيته. لما يكون المعدن اللي بتسوي فيه زي الحله اللي معايا دي سميك جدا، بتاخد وقت على ما بتسخن، مش لازم لما احط الزيت او السمنه تسيح مباشره، لا في وقت هنا وفي طايم هنا، دي لازم تسخن كويس، ولما بتسخن كويس بتريحك في حاجات كتير قوي. رقم واحد الاكل بيطلع مظبوط، رقم اتنين الحاجه مش بتتحرق معاكي، رقم ثلاثة بتحتفظ بدرجة الحرارة في قلب الحلة أو في الطاسة اللي بتشتغلي فيها. أعتقد كده هي تمام وزي الفل. نبدأ نشتغل مع بعض، واحدة واثنين وثلاثة. أنا أخد العجينة كده، حطيت إيدي في الزيت، أخد عجينة بالشكل ده كده وأفرتها كده
وناخد حشوه من دي كده ونحطها في قلب العجينه ونقفلها بالراحه كده اهو. شفت بقفلها ازاي اهو بايديا كده، الله عليك. واخد العجينه الحلوه دي كده اهو وافرتها تاني والحشوه جوه اه. يلا بينا يلا بينا اه. والزيت بيسخن اخباره ايه زي الفل. اللهم صل على النبي. نشتغل واحده واثنين وثلاثه مع بعض اهو. ايديا في الزيت. ليه بتحط ايدك في الزيت يا شفنا؟ عشان العجينه ما تمسكش فين؟ في ايديا. وافرت كده اهو على كف ايدي اهو، مش لازم على البلانشه. واخد حشوه، ممكن تحط زيتون، زيتون اخضر، زيتون اسود، زي ما انت عايز. نعم يا غالي ممكن. واللي ممكن نحط جبنه، نحط جبنه. ما شفتوا بقى بدا الواحد كل واحد يطلع اللي جواه ازاي؟ كل واحد جواه شيف اهو اهو اهو. شفت العجينه اهي المطبق المقلي اهو. يلا بينا كمان واحده يلا مع بعض اهو. ادي العجينه سهله خالص. ولكن تاني استاذن فريق العمل نطلع بعجينه المطبق تاني قبل الفاصل، عشان العجينه دي مهمه جدا تقدري تعمليه لاولادك راجعين من المدرسه يلاقوا حاجه سريعه. الحشوه من قلب الثلاجه، بيض مسلوق على خضار، على صدر فرخه، على شويه لحمه مفرومين، على شويه سوسيز اهو. شفتي اهو ولبها كده اهو 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 اهو. وتاني اضغط عليها كده اهو، وبتستوي في قلب الطاسه. عايزه نار شديده؟ لا، نار هاديه جدا. ما ينفعش نار شديده هنا. ليه يا شيف؟ عشان العجينه تحمر وتستوي من جوه اهو. واعملها زي البرجر كده او زي الاقراص كده اهو، واحطها هنا. ناخد بعدين نطلع فاصل صغير، وسيبونا انا اعيش مع المطبق المالي مع صوره حلوه على الشاشه. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. عايزين مخرجنا عايز يعرف الزيت. على فكرة الزيت هنا هو البطل في القصة، على فكرة بيخلص ايدك زي الشعرة من العجين. بيقولوا انك انت ايدك ما فيهاش عجين خالص اهوت، تتحكمي في العجينة. انا لو مش حاطط ايدي في الزيت مش هعرف اعمل في العجينة كده اهو. اطبطب عليها كده وافرتها واخدها كده بالشكل ده كده. يلا بينا يلا بينا. دي في النص اه تمام. نعم يا غالي عيني حاضر. عايز نقلب واحدة. طب ما تخليك معايا كده ونشوف أخبارنا إيه في القلبان. آه بسم الله الرحمن الرحيم. أنا حطيت أنا واحدة في الأول هنا دي، نيجي نقلبها كده مع بعض. يلا بينا. إيه الحلاوة دي؟ دي التانية؟ حاضر يا فندم. إيه الحلاوة دي؟ نشوف دي التالتة كمان؟ آه الله بالترتيب كده. ودي الاخبار هايدي كمان. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يا حاج هو ده. دي هسيبها شويه، اللي انا حطيتها الاخر دي هسيبها شويه. حلو. الصينيه ما تاخدش غير كام؟ 2 4 6 كفايه قوي السته دول. حلو. طب نشيل الحشوه دي والعجينه دي بعد ما نخلص الهواء، نشتغل مع بعض عشان نتغدى مع بعض. ونشيل الزيت تاني. بتشتغلي في فطير مشلتت؟ عشان انا كده في البدايه قلت خالص بتعملي فطير مش اه والله في محاضر يا فندم. حاضر حاضر. بيقول لي حط واحده هنا. يلا انا بسمع كلامك. حاضر. واحده صغيره. حاضر. ما انا بس تحمر شوي، حط دي في الزيت تاني اهو. ده احلى فطار. مش كل يوم بانكيك. عجينه هتعملها كده مش تاخد منك 5 دقايق وانت واقفه في المطبخ كانك بتعملي كوبايه شاي. والحشوه زي ما انت عايزه، ممكن تحط جبنه موزاريلا، ممكن تحط جبنه مع خضار، سبانخ، مشروم، لحمه مفرومه، بس انت وجيبك. اه شفت العجينه دي الصغيره دي بتاعتي اه اه. وقلبها كده اه. 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 يلا بينا يلا بينا اه. في قلب المكان ده بس دي الصغيره بتاعتي. حلو. نشيل الحشوه دي من هنا اه. ممكن ناكلها مع كاتشب اه، مع مايونيز. الحشوة دي
عملت شوية تقدر تحطها في كيس وتحطها في التلاجة تستخدمها تاني يوم تالت يوم زي ما انت عايزة. والعجينة نفس القصة على فكرة، دي بتتاكل سخنة وتبقى لطيفة وجميلة. يعني مش لازم انك انت تعملي الحشوة مع العجينة في نفس اليوم، تقدري تعجني العجينة وتخليها في التلاجة في كيس والحشوة كمان في كيس وتستخدمها تاني يوم. أنا دوري تاني، وهدفنا من البرنامج بتاعنا أكلة أمي بيفكرنا بأمهاتنا وبركة أمهاتنا اللي توفاهم الله، ربنا يرحمهم يا رب، واللي عايشين ربنا يطول في عمرهم يديهم الصحة وطولة العمر ونستمتع معاهم، واللي عنده أم كل يوم يبوس إيديها ورجليها بعيدة عنه يتصل بها كل يوم الصبح قبل وعينيه بتفتح كده مع الصباح، لازم أول حاجة يعملها يتصل بأمه بمامته بماميته نقلب دي حاضر يا فندم حاضر، دي هتلاقيها احمرت شوية عشان هي في الإيه في نص البوتاجاز أهو. سامع الصوت كده؟ الله. عايزين نعمل مكرونة مع البولونيز صوص. طلعنا اخواننا وحبايبنا بيعملوا البولونيز صوص بمدرسة الطلياني. ايه هو؟ خليط ما بين اللحم الضاني والكندوز او اللحم اللي هم بيحبوه دون ذكر اسمه مع اي نوع لحم تاني، بيبقى خليط من اللحوم يعني، بياخد صوص طماطم وزعتر. حلو الكلام. انا هعمل البولونيز النهاردة بلحم كندوز مفروم معايا مع بصلة مع تومة مع زعتر، ونشوف نعمله مع بعض ازاي. نعم ما تقلقش انا موطي النار، العجينة لازم تستوي على نار هادية وكمية الزيت مع السمنة تبقى قليلة، سمنة وزيت مش زبدة، اوعى تحط زبدة، الزبدة هتخلي لك العجينة تسود وتحمر بسرعة والخلطة لسه من جوه العجينة نية. شفت الصورة اللي على الشاشة دي؟ صورة دهب اهي، دهب 21، شفت ازاي؟ اهو مخرجنا يبدع، اساتذتنا المصورين يبدعون. نقلب تاني. حاضر يا فندم. فين الاولى؟ الاولى كانت هنا اهي اهي اه اهي. لا لسه عايزه شويه دي. انا هفطرك منها دي. دي لسه الرغبه، ده اختياري، ولكن احنا ممكن نحط جبنه على الوش او ما نحطش حسب الرغبه. حاضر يا فندم. بيقول لي اقلب لي اللي ما اتقلبتش دي عشان شكلها. حاضر اهو، بقت كلها مقلوبه. حلو. أول حاجة هعملها هسلق المكرونة. سلق المكرونة هنا ماء مغلي، معلقتين زيت، رشة ملح. حذاري تحطي مكرونة في مية باردة، لازم تكون المية سخنة أو مغلية. ليه يا عم الشيف؟ عشان المكرونة ما تتكسرش منك، عشان المكرونة ما تعجنش منك، سواء سباكيتي سواء بينا لازم تكون المية بتغلي وعليها ملح وعليها زيت. مدرسة المغازي ما بتغسلش المكرونة بعد السلق، محدش بيغسل المكرونة بعد ما بتتسلق نهائيا. ممكن تاخد الصوص بتاعها وتاخد الشوربة بتاعتها والمية بتاعتها تستخدميها في عمل البشاميل او الوايت صوص زي ما انت عايزة. خلونا نطلع المطبق من النار وانا بضيع وقت على ما المية تغلي على مناديل المطبخ كده. بنطلع واحد واثنين وثلاثة من المطبق بتاعنا بالشكل ده كده. حلو. الله، بسم الله الرحمن الرحيم. ايه الاخبار؟ فين الاولى هنا؟ اهي، شوف الحلاوة دي بالله عليك، بص على الحلاوة دي، بص على الجمال ده. دي اللي في النص استوت. ممكن نعمل حركة كده، عايزين العجينة تستوي كده. نعمل الحركة دي كده. انت لما تبقى شاطرة زي كده هتبدعي. دوناتس، تفكرك بعملية دوناتس، هي نفس العجينة، ممكن نعمل بقى دوناتس على فكرة. الله، أنا بحبها مقرمشة شوية. وسهل لو عملت حاجة جديدة لولادك، تكلفة قليلة، الحشو اللي في التلاجة جبتيه وحطيتيه، ما جبتيش حاجة من بره. دي عايزة تستوي شوية، ممكن نعملها كده كده اهو كده. عايزها من الجدام متحمرة؟ حاضر يا فندم. كده عادي اهو، شفت أنا إزاي واقف بعيد عن النار وولادك ما يخشوش المطبخ. تحمري في زيت وسمنة، بس
فكره عمل الفطير المشلتت. اوعى تحطي زبده خالص. اهو شفت العجينه بتلف في ايدي ازاي؟ اهو بحمرها من الجناب، انا بحبها مقرمشه. اهو اهو حاطط الشوكه في قلب العجينه وبتلف معايا اهو، عامله زي الترس. اهو اهو لغايه لما تحمر. اهو شفت ازاي؟ اهو حلو. عملنا المطبق على الشاشه، مخرجنا يا ريت يجيب الصوره الحلوه دي كده يغزلها شويه. وهنعمل دلوقتي المكرونه الاسباجيتي مع البولونيز صوص يا مسهل. حلو. وهنعمل طبق مهلبيه جامد جدا بالشوكولاته. مهلبيه يعني حليب، يعني نشا، يعني فانيليا، يعني كاكاو، يعني سكر او عسل حسب الرغبه. عمايل البولونيز، عملنا كمان مطبق بطريقه جديده النهارده للمبتدئين في المطبخ بعجينه بسيطه وسهله بنت عم الفطير المشلتت ولكن بالخميره زي الفل. مطبخنا على شاشه القناه الاولى، تفاصيله بسيطه في متناول الجميع. يعني نقول مع بعض بصوت عالي، رؤيه وفن وابداع بتشوفوا كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو.